مش عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام، وانا صاحبه وصاحبي مروان سري. بصوا يا جماعه، من الاخر طبعا كتير منكم جدا بعت لي على انستجرام والفيسبوك: ابو حميد عايزين الحرق. بص يعني مروان لسه مخلص امبارح ما وراء الطبيعه، وانا قلت له طب بص استنى انا مش هتكلم معاك، نتناقش مع بتوع افلام لايف ونحرق بقى ونتكلم بقى براحتنا، نتكلم بقى كل حاجه. لازم ننور الغوريلا. مضايقاني جدا يا مروان مبدئيا. يعني مشافش الحلقات يا جماعه، احنا هنحرق تمام. احنا هنحرق يا جماعه، يعني الحلقه دي طبعا مبين من التايتل ان هي حرق لما وراء الطبيعه، فالناس اللي ما شافتش المسلسل لازم تتفرج عليه، لانه حاجه جامده جدا 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 الصراحه، مع مراعاه ان احنا الاثنين مش من متابعين ما وراء الطبيعه ككتب اساسا. الريفيو ده برضو لازم بتهيالي نقول ان احنا عشان ما نبقاش بنحكم غلط، احنا بنحكم على المسلسل فقط، مش بنحكم على اي مقارنات بينه وبين الكتاب. ده كده كده الناس عارفه ان انا ما قريتش، ومروان اهو انا برضو للاسف ما قريتش الكتب. اعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره، وعايزك تشترك على انستغرام بيج والفيسبوك بيج وتدوس على جرس التنبيهات عشان تجي لك الحلقه اول باول. وجايب لكم الرزيع بنفسه مروان سري في ما وراء الطبيعه في حلقه حرق، فيعني اللايكات بقى يا جماعه. يلا بينا نخش في الحلقه. مبدئيا كده يا مره عايز اسالك اول سؤال عشان بقى احنا ما اتكلمناش، ايه رايك يعني اوفرول؟ انبسطت فعلا. لا قول بقى كل اللي جواك. اتكلم بقى على طول ولا نقسم الموضوع مثلا؟ يعني اصل الموضوع في حاجات كتير نتكلم فيها كمولي. لو مسكنا التجربه نبتدي مبدئيا كاوفرول، انت خارج من يعني خارج من المسلسل قول انا مبسوط وفخور ببلدي ولا لا؟ انت اديته 9 من 10. اتفق معاك جدا، هو 9 من 10. حلو جدا. يعني تجربه بصراحه اول مره تحصل على نتفليكس، كله كان مستنيها، الضغط بتاع انا مش هتفرج عليك مش موجود، كله هيتفرج عليك. فدي لوحدها كانت صعوبه بالنسبه لي، الناس دي هتتعامل مع الموقف ازاي معاك؟ كمل. وفكره ان ده اول مسلسل مصري، فكل دي كانت حاجات بصراحه انا شايفها يعني عائق على اللي بيعملوا العمل ده. ازاي هيطلعوا لنا بقى بعد البروباجندا الكبيره اللي حصل بالمسلسل؟ ففي الاخر لا، هم عدوا الاختبار ده اكيد 100% وكلنا انبسطنا، وخاصه بعد تاني تجربه. كانت التجربه الاولانيه كنتفليكس عرب اللي هو لا مش سعودي، كان اردني على ما اعتقد، اللي هو الجن. كان سيء جدا وواخد ريفيوز وحشه جدا، فالناس كانت برضو قلقانه من فكره طب يا ترى هيخيشوا برضو ولا ايه الكلام ولا ايه؟ بس الحمد لله فعلا الواحد مبسوط. طبعا في سلبيات وده طبيعي، وهنحرق هنا وهنتكلم فيها وكل حاجه، بس كتجربه اول مره يعني انا متاكد ان هو ان شاء الله بعد النجاح ده سيزون 2 هيبقى اقوى. أكيد. هيكونوا عرفوا ايه الغلطات وايه الكلام ده. ايه تاني انت شايف؟ ايه طيب يا مروان بالنسبه لك من ضمن الايجابيات الكبرى في المسلسل؟ كان خش في السلبيات. هقول لك، اولا الكواليتي بالنسبه لي كانت مرعبه، ان الكواليتي بالشكل ده وبالتصوير بتاع نتفليكس وطالعه لي على الشاشه كده اتش دي، وشحنت الباقه قبلها عشان اخد اعلى كواليتي. فانا 4K تورنت. فانا بحب التفاصيل دي، يعني بحب التاتش قوي الفني لما يكون حد مهتم بالتفاصيل. اقول لك على حاجه، مش السجاير الكليوباترا بتاعته حلوه، كل حاجه الجرنان الحاجات دي، ما شفتش حاجه معموله في العصر ده بالتفاصيل دي. وسيبك من التصوير، في تصوير كتير قوي احنا بنشوف بصراحه، خلينا متفقين، في مسلسلات مصري بيبقى حلو. أوكي. يعني عندنا محمد سامي بيعمل صوره حلوه، عندنا مخرجين كتير بنشوفهم غير محمد سامي، حتى الفتوه ولا محمد شاكر خضير في تصوير بقى متميز. لكن الفكره كان في الباليت، الالوان مع بعض دي مهمه قوي على فكره، مش كاميرا بس. في كاميرا ممكن تطلع لك كواليتي فعلا مبهره، بس تحس انها ايه مش عارفه، الوان واكس وبتاع دي، تحس ان فعلا انتم مختارين الكوبايه لونها مع القميص لونه مع الحيطه مع الكرسي، مع كل حاجه تحسها فعلا كانت مدروسه. وده بهرني في عمل مصري. ايوه، دي اكتر حاجه بهراني اساسا، اللي هو مبدئيا اللي هو انا قلت حتى للناس، اتفرجت على اول حلقه وانا طبعا كنت اتفرج من بدري، فانا ما كنتش راضي احرق، بس عايز لازم اقول لحد حاجه. أيوة. فانا كنت عايز اقول لهم انا مش هحرق حاجه في القصه ولا اي حاجه، بس يا جماعه انا كنت بتفرج الانبساط ده، وايه الصوره دي وايه الجمال ده. مصدق فعليا ده مش مسلسل، دايما بيبقى عندك نظره كده دول بيمثلوا انهم في التسعينات. ايوه بالظبط، في الستينات. ايوه بالظبط، انا متقبل وهعيش معاكم الجو ان احنا في الستينات. أيوة. لكن انا مش حاسه 100%، لا انا حاسس التفاصيل اللي مش مقفورين حتى منها، عارف اللي هو ايه، ما زودوش ملح ولا قللوه، هي الوجبه مظبوطه. بالظبط. حلو جدا. طب اداء الممثلين انت بالنسبه لك اداء الممثلين، طب خلي
خلي الممثلين دول ايه في يعني سايد نتكلم الاول على المسلسل عشان ما انساش ماشي الحاجات اللي طلع يا باشا اللي جواك اللي بهرتني في الاول بهرني انهم 6 حلقات اصلا اكتر من 6 كنت هبتدي فعلا احس ان لا هم 6 برضو ظابطين قوي يعني أوكي. ممكن تكون حلقه منهم خيشت ولا حاجه لكن اوفرول انا ما زهقتش ولا حلقه ريتم الحلقه مظبوط تحس ان الاحداث مشدوده كل مشهد ليه لازمه مش أوكي. بنملى عارف اللي هم 6 حلقات دول فعلا انا اول مره اتفرج على مسلسل مصري 6 حلقات فده بالنسبه لي اعجاز فكره ان انت مفيش مشهد ملوش لازمه مفيش مشهد احنا بنقعد نعيط لسبب العياط أيوة. مفيش مشهد احنا هنا بنخش في سيناريو وحوار 3 ايام 3 ايام بنتخانق مثلا بنتخانق وبنحاول بقى ايه ارجع حقي دي دراما تحترم وليها جمهورها كده كده لكن دي دراما مختلفه كنا مهم قوي ان احنا نشوفها مهم قوي ان احنا نشوف يعني ايه مسلسل ب6 حلقات مختلفه بتواصل الاحداث طب مش شايف مثلا ان هم لو كانوا عملوها 10 حلقات بس باثاره برضو يعني الموضوع لو مط مش مط تمثيل هو ممكن يتعمل اسطوره تانية ايوه اسطوره تانية وده سيزون 2 انا عاجبني انهم خدوا الموضوع واحده واحده اوكي ادي 6 حلقات ما تزهقوش ما تستمتعوا جدا تبقوا عايزين اكتر احسن ما تبقوا زهقتوا دي مهمه قوي يعني انت بتبقاش مستكفي ده مهم قوي للي بيصنعوا العمل احسن مننا ابقى خلاص بقى لا يعني الحلقه دي وحشه ودي وحشه ودي وحشه دلوقتي انت خارج بعيوب اقل بكتير دي حقيقه طب ريتنجز الحلقات ريتنجز الحلقات انا طبعا الاولى ليها ضجة الاولى دي وعجبتني برغم ان انا مثلا اصلا اتفرجت على المسلسل 3 مرات دي حقيقه فتالت مره حسيت او تاني مره ان الريتم في الاول كان بطيء شويه ما هو طبيعي ان هو بيشرح لك برده مين ده ومين دي فضجة الحلقه الاولى دي كانت بالنسبه لي مهمه اتعرف على الشخصيات والحقيقه هو قدمها حلو يعني عمرو سلامه فيها قدم لي الشخصيات كويس قوي ابتديت افهم مين دول ماجي رجعت امتى بيستقبلها خطيبته في المسلسل بتحس بايه والمشاكل يعني عمل لي هيستوري في بريف ساعه كانت حلوه قوي وكافيه وفيها قصه وفيها برضو اسطوره وفيها نهايه يعني لا كانت حلوه بصراحه انا عجبتني جدا قوي. وكنت متخيل مثلا ان هي لما نهوا على موضوع شيراز وكده ان انا شيراز هي دي اللي هتبقى هي البلوت بتاعت السيزون يعني انا كنت متخيل ان شيراز هتبقى قصه بقى الحلقه الثانيه هنعرف بقى عملت ايه مع رفعت وهو صغير الحلقه الثالثه هنعرف بقى ايه اللي حصل بقى ما بينهم والتاريخ الاسري بتاع عيله الخضراوي والكلام ده بس لا هو وراك ان هو كل حلقه فيه حاجه في طب حاجة جديدة. انت شايف ان دي حاجه يعني انا مثلا بالنسبه لي في الحلقه الثانيه لما عملوا حلقه الموميا هقول طبعا حلوه كل حاجه بس مش هو ده اللي انا كنت عايزه مثلا دي وصلت لكل الناس في تاني حلقه يعني اغلبيه الناس لو تسمع شافوا حلقتين ووقفوا كملوا تاني يوم مثلا ده ما اعرفش انا بحكي لك أيوة تجربه أيوة. شخصيه أيوة. فالتاني حلقه دي كانت اللي هو ايه حلقتين برضو ساعتين فهو فيلمين طوال فيلم. تقريبا أيوة. يعني فيلم طويل جدا فانت بتتفرج برضو عليه فتعبت مع استيعاب الشخصيات وبتاع عملت الستوب ورجعت على الثالثه عشان اشوف بقى ايه الجديد اللي عندكم لكن اول حلقتين كانوا مرضيين جدا ما كانوش الابهار يعني انا خلصت مش هو ده اللي مستنيه لكن مبسوط اوكي انا بقى بالنسبه لي كاحمد ثالثه اسوأ واحده في الحلقه بالتاكيد اللي هي بتاعت الغوريلا الدساس اللي انا اعرفه يا جماعه يعني برضو يعني مش عارف انت عارف الحوار ده ولا لا يعني من القراء بيقولوا ان الدساس ده من الكتاب هو مونستر هو وحش فقط واحد وحش ايه فكره ان هو يبقى غوريلا ما تعرفش وايه فكره ان السي جي اي بتاع غوريلا دي بالذات دي اول سيء. حاجه في المسلسل يعني السي جي اي دي حقيقة انا ده قفلني تماما وخفت من اللي جاي قلت ده احنا داخلين على الغوريلا بعد كده بقى هيطلع الشبح الطائر الطائر والكلام ده بعد كده هيطلع الراجل ابو الجاثوم مقبوله عدت ليه انت ليه لانك انت والحواليه بقى والطرقه والكلام ده والدم والناس والديهم السي جي اي ما جبنا سيرتها لكن لا هو ده كانت اكيد اوحش حاجه حصلت في الحلقه الثالثه كرتون رخيص بصراحه يعني بالزبط. مش على مستوى عشان ما نظلمش السي جي اي مرعب في المسلسل برغم ان الحلقه الثالثه دي كان فيها الراجل صاحب البلوت تويست لوي ما هو دي الفكره برضو لكن ما اعرفش ليه طلعت منهم كده اكيد هم خدوا بالهم واكيد ان انت يعني اكيد السيزون الثاني مش هيبقى فيه تعرف ان يعني تحاول ما تعملش حاجه لان انا ما شفتش حاجه نتفليكس كده قبل أيوة كده يعني دي حقيقة. حاجه كانت رديئه الحق يتقال حقيقه عدت من اداء الممثلين وعدت من الاخراج وعدت من باقي الحلقات برضو لان انا شايف ان توب الحلقات من بعد التالتة وخلينا نقول برضو حق ربنا بمقارنه بالسي جي اي المصري بعيدا عن الحاجات التوب زي الفيل
الفيل الازرق هي اكيد معديه واحنا بس يعني عشمنا كان زي عشان نتفليكس واللي شفناه كان حلو منهم في المسلسل فدي بينت ان الباقي افضل منه بكتير. لكن لو هي دي لوحدها كنت هتعدي منك وتقول الله والله تحفه كينج أيوه. كونج وبتاع لكن دي برضو كانت لازم تتقال. الحلقه الرابعه نخش بقى ايه في الحلقه الرابعه بقى. انا بالنسبه لي الرابعه دي اللي هو قلت ليه بقى الرعب فيه حلو. فكره لما رضا عمال يخبط دماغه في الحيط دي وهو تمثيله اكتر من رائع اساسا خوفتني. مش خوفتني اللي هو في طب اهدى على راسك حتى لو تمثيل فاهم. العلاقه والبوند اللي ما بين احمد امين دكتور رفعت اسماعيل واخوه الكبير رضا المشهد ده بالنسبه لي اللي قلت لا احنا من هنا ابتدينا بقى ونشوف لعلعه احمد امين في الدور. ما دام انت مش منفعل جبت سيره الرعب فانا لازم اقول لك ان انا اصلا عندي مشكله مش والله مش حاجه انا ما بخافش مش عشان ما اعرفش اخاف بحس بتقلب معايا بكوميديا على السريخ اغلبيه خلاص افلام الرعب ما بقتش بطعمها يعني. لازم تخوفني بشكل مختلف لازم تخوفني بشكل انا اصدقه واخاف منه يعني بقى حاجه تلبسني واخش في اكتئاب فاشوف وانتحر كل ده حسيت ان هو مقبول جدا. خفت يعني مش خفت الخوف برضو اللي هو بس هو المقصود ان هو يعني شعرك ثريلر يعني بالزبط. والقلق بتاع ايه ده لا ده كله هم نجحوا فيه جدا يعني الرعب واقعي مش الرعب حتى يعني اتعمل تجارب طبعا عارفينها في مصر ما يعلم بيها الا ربنا. فالواحد اصلا اول ما سمع ان نتفليكس بتعمل كامب حاجه كامب يا عم كامب حلو على فكره وكامب 2 بيقول لك احلى يا سلام وعندك فيلم اسمه الدساس نزل قبل كده لا يا باشا في حاجات كتير لا انت ما بتشوفش الحلقه بتاعتي ولا بشوفها يا عم في لا الواحد اصلا كان متعقد يا كامولي من فكره اي حاجه رعب فنتفليكس تيجي تعمل ليه رعب ما كنت تعمل حاجه لاحمد حلمي اللي هو خفيفه ظريفه وبتاع سي جي اي مثلا حرب بتاع حاجه تاريخيه رعب في مصر بتقلب لا هم عملوها برافو عليها لا برافو فعلا وحسوين لا انا انبسطت ودخلت في مود الناس اللي بره تقدر تشوف الرعب المصري أيوة يعني أيوة. ده تكنيك بتاعنا الرعب بتاعنا يلا ايوه لا بقول لك ايه لا وحاجات بقى فعلا من الاساطير من بتاعتنا الفلاحين نداها وفي الصعيد وفي جدا جدا فانك تبين الجانب ده اشتغلوا بقى الرعب انه دخلوا من هنا اكتر. طيب الحلقه الرابعه برضه انا هفضل مستوقف في الرابعه قبل ما اخش في 5 و6 خش الرابعه الفكره بتاعت النداها وفكره النزول البحر والطلوع منه والكلام ده وفكره القصه اللي وراهم وفكره ان ليه انا ليه بقول لك بحب الحلقه دي بالذات ممثلين كتير كتير جدا كتير جدا طبعا رائفه اخت هنتكلم انا لازم كل انا طبعا هنتكلم عن ممثلين في كذا حد كان ليه مشاهد كان ليه بصمه كده وحتى الاقل يعني حتى في الحلقه دي طلع فيهم الدكتور اللي هو قبله اللي هو عينه في القاهرة أيوة جدا. كان اكتر رأي اسمه عبد السميع حاجة الممثل كان بسيط جدا برضو مدام جبنا السيرة دي عمرو سلامة بعيدا عن الابطال هو والمخرج التاني اسمه ماجد الانصاري مش عارف مين اللي فيهم اختار الكاست بس الكاست بيرفكت بيرفكت كاستنج ومش لازم اجيب بقى نجوم ميجا ستارز وبتاع واول عمل مع نتفليكس يعني عادي يعني الراجل اللي هو الظاهر الدكتور ده مقلق جدا يعني بالظبط شكله بيرد جدا أيوة. الراجل اللي هو اسمه امجد اللي هو ممثل ايوه انا كنت بحضر له ده رحت له مسرحيه في مسرح الهناجر في وسط البلد كان بيعرض مسرح كده فلما شفته طالع بالدور ده ومغير شكله خالص وبيرفكت برضو ان جدا الراجل تحسه يعني هو المثالي للدور ده بالزبط. كل واحد من الممثلين اللي هم مش ابطال حتى مش نجوم لا يعني كانوا هايلين ليه ما بنعملش كده صح. ليه بنعملين نحرق في جوه مع احترامنا ليهم طبعا. لكن انت بتصدق برضو الوجه الجديد ده بتصدقه اكتر بتحس ان هو كاركتر هو ده اول مره اشوفه او حتى ما شفتوش كتير بيبقى فيتنج اكتر بس انفاجئت وعجبني بقى لما في الحلقه الاولى احمد داش كان ظهور مميز واللي هو اول واحد طلعه اساسا عمرو سلامه في المؤاخذه فاهم فردت كده فضل طبعا يعني معاك اللي ما فهمتهاش هي هدى المفتي انا مش مصدق يمكن دورها اتقطع يعني أكيد. لا هو مش عارف بس هل يعني ما لقوش اي حد يقوم بالدور هي دور كومبارس صامت هي ما اتكلمتش هي صرخت هي كانت بتصرخ لا ده عادي يا جماعه بالمناسبه والله هدى المفتي كانت في الحلقه الخمسة الجاسوس انا قعدت اقول هي اول مشهد هي. للممثل عبد السميع عبد الله اللي كان قايم بدور الدكتور هتلاقيه هو بيهديها وبيديها الحقنه هي دي هدى المفتي بس خلاص ده هي خدت الحقنه بس كده يعني فانا مش فاهم انا متوقع ان ليها دور مثلا او حاجه والموضوع طول فقصوه ممكن لكن ما فهمتش برضو انك تجيب ضيف شرف وتتعبه وبتاع ممكن اي حد يجي يصوت اي حد يعني اي حد ممكن كان يجي يصوت لكن عموما لازم ترجع برضو لحته السي جي اي عشان الحلقه الرابعه الحلقه
البحر وال عايز اقول كلمه بس بتوع افلام على الحلقه الرابعه بيفكر الحلقه الرابعه بالذات مش عارف بالرغم ان طبعا احمد كان توفيق من زمان ذا هانتنج اوف بلاي مانر انا ما شفتوش ده لسه موجود على نتفليكس اتفرج عليه هو 8 حلقات او 7 حلقات مش هو سيزون هي كده اتفرج عليه هم واخدينه بقى من دكتور احمد دخلته كده كده اكيد مش احنا اللي سابقينهم المهم لا هم بصراحه تحفه السي جي اي يعني لولا حته كينج كونج دي معمول حلو قوي معمول حلو قوي ولازم يخش في مقارنه على طول مع الفيل الازرق فاسالك انت شايف اني اقوى يعني الفيل الازرق ولا ما وراء الطبيعه في حته النار وحته الحريقه والطرقه والدم والكلام ده كله سينماتوجرافي بالنسبه لي انا ما وراء الطبيعه الصراحه ما وراء انا شفت يعني الفيل الازرق يكسب بس لسبب ان مروان حامد كان عنده الماتيريال اكتر ان هو يفتح ويلعب يعني عنده الهلاوس بقى وينزل بحر ويطلع كلب وشمس تيجي والعنكبوت والعنكبوت ان العنكبوت ده كان بيفكرني بكينج كونج بس العنكبوت حتى كان افضل يعني العنكبوت اللي انا كان ضايقني له حاجه الوحيده في الازرق انا بالنسبه لي انا كاحمد كمال يعني انا ما شفتش حاجه بالسينما لا كمصري كمان لا ما وراء الطبيعه ماشي يعني هي اراء هي اراء طبعا الاثنين لازم يتحطوا في توب سي جي اي كده مش واحد جايب على ايرادات في تاريخ السينما المصريه اساسا في الازرق 2 وما وراء الطبيعه ان شاء الله شكله كده IMDB يا باشا نمبر 176 في تاريخ المسلسلات طب انت بتؤمن بموضوع IMDB ده يعني المسلسل اكيد حلو بتاع لكن انت بتؤمن بفكره ان طبعاً. افضل 250 مسلسل في العالم لسه ولا هو ريتنج فانز مصريين وده حاجه جيده كله بيعمل كده ده طبيعي وده عادي ما فيهوش فمصلحه ان احنا نبقى لا احنا ورا مسلسلاتنا ولما يبقى في حاجه نستحق ان احنا نوريها للعالم نخش ونعمل فوت حتى اتمنى ما فيهاش مشكله اي مسلسل في العالم مش مشكله خالص ولا وكمان ان هي حاجه فعلا تشرف يعني حاجه جداً. حاجه اللي هو يا جماعه بصوا احنا على فكره دي اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم يعني لسه يعني ده اول ده اللي هو بص شوف يد رميت النضاره فهو بقى الفكره في ايه انك انت هو 20000 هو اكتر من 30000 واحد عملوا فوت على ال 30000 ده كتير بمعنى انك انت شوف اي مسلسل نتفليكس مثلا يعني شوف الاسبوع اللي فات شو هتلاقي نيو ريليزز كده كده على نتفليكس كل اسبوع او كل 10 ايام بيبقى فيه مسلسل ده حدث يعني معاك مصر وبتاع بس بتلاقي مثلا مسلسل فرنساوي بتلاقي مسلسل انجليزي جديد بتلاقي حاجات كده ثم عندهم كتير انت عندك ده ايوه انا زي ما احمد امين قال لك كده ده اللي هو احنا داخلين كاس العالم كلنا بقى ما يهمناش مين بيلعب طارق حامد ايوه بقى بالظبط احمد فتحي اي حد الاهلي والزمالك احنا وراه هنشجع وهندوس وهم خلوا كمان ال 30000 دول عارف لو وحش كنا هننفق ايوه لا هم اكيد استحقوا انهم يكونوا موجودين كده بس خد بالك برده يا مروان من حاجه 30 يعني انا برده هرجع اقول لك المسلسلات الثانيه بتاعت نتفليكس دي هتلاقي فعلا ما بهزرش هتلاقي الريفيوز بتاعتها 2000 3000 الحاجات الجديده احنا 30000 في اول يومين ايوه فده حلو لان طبعا. احنا يعني فاهم يعني هتلاقي ذا جاد فاذر بس هتلاقي 500000 ريفيو هتلاقي 600000 فاهم يعني فاهم فاحنا قشطه شغالين بالظبط إيه نخش بقى على الحلقه الخامسه اللي هي الجاثوم اللي هي وغوشه هي وغوشه بالنسبه لي لان هي بتحصل للبني ادمين كتير انا كيفت جدا رابعه خمسه سته كان بالنسبه لي البيك جدا وانا عكسك انا السته بالنسبه لي توب 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 انا بالنسبه لي الرابعه والخامسه السته حلوه جدا في كل حاجه لا لا بس خطيرة. في اقول لك ايه اللي كان بالنسبه لي فتره الصغير كله رائع كله الولد رائع الصغير ده كان طالع في مسلسل دينا الشربين لا في مسلسل بتاع اللي هو اسر ياسين اللي كان مجنون في اسمه ايه كل يوم جمعه كل اسبوع يوم جمعه الولد الاسمر الصغير الاسمر ايوه 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 موهوب خطير بشكل خطير يعني خطير خطير هنجيله برده في الممثل ده موهوب بشكل خطير هو خطير خطير الصراحة. الاطفال في المسلسل ده اقوى من بتوع سترينجر ثينجز اقوى من ياسمين صبري ريم عبد القادر اقوى من ياسمين صبري وحياه ربنا بوست ده يعني ده بس ده حقيقه صوتها واللي يا جماعه وهي بتقول يا ابراهيم ساعدني يا ابراهيم ده انا يعني امشي انا كانت هتعيطني ايوه اداء صوتي ده صعب جدا ايوه ده كمان واوعى تقول له احسن هيموتني يا ابني وهي بتقول هيموتني كده ايه ده لا والمشهد الاخير اللي ماجي طلعت فيه ده وهي بتتكلم وهي بتتكلم فويس اوفر بقى فويس اوفر ده صعب جدا انها تعبر بصوتها وفي جسم حد تاني يخرب بيتك دي حقيقه الجاسوم بقى ليه بالنسبه بالنا رعب اكيد كل المصريين حصل لهم الحوار ده اللي حوار انك تتشنج وانت نايم دي من اكتر الحاجات اللي خوفتني في المسلسل ماسك كده نفسك وتشوف حد فوقيك انا كان الحمد لله ما حصلتليش ومش عايز اتكلم فيها عشان ما تحصلليش يعني بس انا اتحكي لي والله العظيم كذا واحد صاحبي بيحصل لهم الحوار ده كتير ما بتبقاش عارف تتحرك ولا طب تتكلم انا بيحصل لي الموضوع ده طب خلاص يا عم ما تقولهاش في وشي كده انت عمرك ما حصل لك ده غريبه قوي يا عم الحمد لله لا غريبه قوي دي ولا ايه ده ايمان طب لما تحصل لك يبقى اطلع معانا هنا في الحلقه ماشي بس الحمد لله بس انا عارف انها مرعبه جدا لا
ده موضوع يا باشا اكيد. بص يعني يا بتوع افلام ردوا على مروان وفي أيوه الكومنتات خلاص يا عم مش عايز اعيش التجربه دي انا. بتتشل كده ايوه تبدا عامل كده فاهم. يقول لك اللي طالعين من الطياره بيبقوا عاملين كده ايوه فاهم. فبفضل عامل كده فاهم وحاجات بقى. لا يا عم لا الحمد لله رضا كده. طب السته انا بقول لك دي التوب التوب بدون نقاش يعني حتى تمثيلا واداء. انا بالنسبه لي ليه بقى الخمسه مثلا؟ لان انا بالنسبه لي اقوى مشهد تمثيل لاحمد امين وهو مع والدته. والدته رائعه يعني احلى حد عمل مشلول في العالم والله العظيم. بقى بتريق خلصت يا باشا والله العظيم. ايوه يا باشا والله ما بتريق فعلا. انت وركز يا باشا ده بني ادم اصل يعني ده بني ادم بتريق زمان يقول لك ايه ده دور واحد مشلول أيوة. عشان ما امثلش ولا اتكلم مثلا ولا اي حاجه خالص. لا هو فعلا حتى وهي عامله واحده عندها شلل رائعه يعني رائعة. ما بهزرش والله والله ثبات في المشهد وواقفه كده تحس فعلا وعايزه تفهمه وعايزه تستوعب له كلام بس مش قادره تعبر. ايوه ايوه كل ده باين والله العظيم فعلا. هو عدى المشهد بصراحه برافو. وحشتيني يا امي قوي قالها بطريقه خطيره تقشعر ومش مفتاح مش وحشتيني يا امي وبتاع فاهم. تحدي ان هو اصلا لو ندخل على الممثلين نخش على الممثلين احمد امين لو هنبتدي بيه الراجل انا بالنسبه لي هو نقله في يعني اتنقل نقله في حته ثانيه لان انا شايف وبدري جدا من بدري بدري يعني عجبني ان هو ما قعدش كتير يعني احمد امين ما عملش فيلم مثلا كوميدي تقريبا. دي حقيقه يا باشا هو اقوى حاجه يعني عملها كتمثيل يعني لما كان هو اكرم حسني في مسلسل الوصيه مثلا ده كان اللي هو حاجه بومينج في رمضان ومسلسل الحاجه الوحيده اللي تمثيل كنا بنشوفه في البلاتو نقول ده عنده موهبه استثنائيه لازم يمثل. هو على البلاتو يا باشا الناس كلها حبته هو بس ما شاء الله برضه احمد امين عنده كاريزما وعنده شعبيه وعنده جماهيريه الناس بتحبه. في ناس بيبقوا محبوبين كده فاهم لله لله فعلا لما يقدموا حاجه كمان فاللي هو الله اكبر زي حلمي زي حلمي بالظبط الناس كلها بتحبه لما اسف على ايه ده اللي انت عملته ده يا معلم. انت فاجئتنا اكتر واكتر. دي بقى الفكره قبل ما نخش في باقي الممثلين. الفكره هل فعلا النجوم الكوميديا هم الاوائل في الدراما على طول؟ يعني زي فكره لما محمد سعد عمل فيلم زي الكنز. انت بتخش فيلم الكنز وعايز تتفرج على فيلم الكنز عشان محمد سعد فقط. ولو عملوا فيلم الكنز بمشاهد محمد سعد بس كان هيبقى احلى كمان. بص مش شرط هي دي حاجه صعبه جدا يعني هو مش حاجه سهله على الممثلين اللي بيقلبوا دول. دي لازم نشكرهم مش نقول ان الكوميديانات هم اللي بياخدوا او لا هم تعبوا يعني مثلا حلمي ده غير من نفسه تماما وخد ريسك كبير جدا ان هو ناجح اصلا كوميدي ان هو يقلب زي النهارده احمد امين. اكيد ريسك فكره ان انت بتخطط لكن اكيد هيرجع كوميدي ده ما فيهاش يعني. ساعته بقى ان هو يقلب تاني ويرجع كوميدي ويبقى دي الشخصيه اللي ويعمل حاجات تانيه بعيد عن ده حلو حلو رشدي تاني. ما هو ده بقى الفكره في ايه ان مثلا احمد سقا اقوى نجم اكشن في مصر يعني بدون نقاش مش هتقبله في كوميدي يعني لما عمل بابا مثلا ما نجحش. بالظبط مش سهله هي مش سهله انك تطلع من الحاجه اللي انت راجع فيها. بحس ان الافضليه للكوميديانز اكتر ان هم يبدعوا في الحته دي وبيبقى ليهم اللي هو ايه ده انا مش مصدق انك انت عملت ده وبيطلع عبقري. بيبقى ليهم ايدج شويه وانت بتبقى عايز تشوفهم بالشكل ده اللي هو ازاي ايه ده اللي هو ده بوحه فيلم الكنز ده احمد امين بلاتو فاهم معاك. وبرافو تاني هقول لك زي ما انت قلت في الانترفيو ماجد الكدواني ماجد الكدواني بس يعني دول حاجات استثنائيه برضو. الراجل ده اتحط في وسطهم بالاداء ده قلب يعني خلاص عرف العالم العربي كله يا جماعه والمخرجين انا موجود في اي دور متاح في هذا السن. بس هو بدايته كوميدي كبير كمان ان هو بيمثل راجل كبير دي حقيقة. ده واحد في اكبر منه مثلا ب 20 30 سنه صح. فدي كل ذاتها كانت صعوبات تحط الراجل ده في حته ثانيه خالص. وبرافو مقفوله لاحمد امين ونسيبه على لا احمد امين يعني ما شاء الله عليه بيرفكت. ايه سماحه سماحة صديقة ليا من زمان اهو بقى عشان تعرفوا بس ان احنا نعرف ناس نعرف نجوم بقى عشان شهادة ممكن تبقى مجروحة شوية لكن انا بقول لك ايه انا اعرفها مش دي خالص يعني مش دي الكاركتر خالص بتاعت ايه. فانا اللي شفته يخليني اقول برافو برافو جدا. لا هي عملت دور هوايدة انا متعاطف معاها جداً. جدا وعجبتني ان هي نفضت له جدا برضو يعني اللي هو في نفس الوقت اللي هو بسهولة خلاص يا حبيبي مع الف في شخصيات كده أيوة. اللي بتبقى سالكة هي أيوة. عاملة البت السالكة صح ايوه ولويل جدا لحد اخر نفس عادي وفي الوقت الشده موجوده. هي عملت الدور بس كنت اتمنى اشوفها اكتر. فاللي انا شفته ده كان مرضي جدا بالنسبه لي. اوكي ماجي رزان جمال انا مبسوط من حاجه واحده. عارف ايه اكتر حاجه بسطاني في موضوع ماجي ده؟ عارف دايما لما كان يجيبوا حد يعمل ان هو جاي من بره اوكي فيتكلم الاكسنت بتاعتنا كمصريين انت بتحاول تعمل انجليزي بس انت مش عيب ايناس مكي في عبد الغفور برعي يعني مش مثلا
مثلا بعد حاجة كده بغفور. هو ده اللي كان بيطبق حتى السنه اللي فاتت يعني. بالفرق في ناس على فكره بتتكلم انجليش حلو، لكن احنا مش عيب يعني، مش اي حد مصري عنده البيرفكت اكسنت اللي تخليك تقول اه لا انا مصدق. وهي حسستني بده جدا. ايوه دي فعلا حقيقه، انت جايه من بره وفعلا لما بتتكلم انجليش انا سافرت بره. ايوه ادنبرا. لا لكن المشكله كانت في العربي. انا بالنسبه لي انا ما كنتش فاهم يعني، انا قلت في الريفيو حتى انا في بعض المشاهد انا العكس، انا بالنسبه لي كان ساعات بيهرب منها العربي، بتتكلم عربي عادي جدا يعني. ساعات بيطلع منها خ وعين وط يعني، ساعات كان بيطلع منها العربي مظبوط جدا، على عكس ما هي كانت بتعمله في الحلقه الاولى مثلا. فلخبطت الكلام الكتير مع هي اصلا اللبنانيه تقريبا، بريتش اصل لبناني، اصل يعني بريتش لبناني، بتعمل واحده اسكتلنديه بترجع عايشه في مصر. فاللغات كتيره لخبطت شويه منها. لكن طب في كان في انتقادات كتير جدا على الباروكه الحمراء. ما ضايقتنيش يعني، انا مش في البواريك قوي. ايوه يعني ما حسيتش ان هي باروكه. لا يعني عارف اكيد انها باروكه، لكن مش يعني مش مركز معانا يعني، مش عارف ما كانتش عقل. انا ماجي عجبتني كده الصراحه. لا يعني ماجي قالت ايوه هي وجه جديد كمان، فالواحد كان بيتفرج عليها اللي هو ايه ده يعني، برضه للدور مناسبه جدا يعني، هي دي بقت في مخي ماجي. ايوه طيب نخش بعد كده على نقطة اخواته بقى. يعني اخواته ايه بقى يا معلم ده؟ ايه ده يعني؟ انا قلت الحصان الاسود في المسلسل ده كله اخواته، رئيفة سناء ابراهيم، سماء ابراهيم، وروجي الشامي رضا. روجي الشامي ده انا شفته في بميت وش. بميت وش في اخر حلقة كلنا اتكلمنا عليه في مصر. قلنا عليه حتى ده حقيقة. تعالى بقى وريني قدراتك اكتر واكتر، وخش لي في الجد بقى، مش السنس اللي هو اللي بهزار، لا وريني عندك ايه. والراجل مشاهده شوف قد ايه بيطلع تاني، مشاهده قد ايه، مشاهدين ثلاث مشاهد ما كانش كتير لكن مؤثر جدا، حاسه بطل معاه طول الحلقه يعني، تاثيره كان كبير جدا في المسلسل. كيفنا جامد، واخته يعني بيرفكت الست المصريه اللي موجوده في كل بيت في مصر، كل عيله هتلاقي واحده فيها زي الست دي ما قدمتها على الشاشه، وطلعت جوزها والعلاقه اللي ما بينهم شوف قد ايه كانت كرهه، وما بتعملش اي حاجه في حياتها غير ان هي بتشتمه وتزوق، ويوم ما مات شوف انهارت العلاقه الزوجيه اللي هي بتبقى ام. ايوه مش انا مش مراتك، انا ام، انا ام. ايوه صح، وبتزعق لك وبتحبك. بتحبك أيوة نفس العلاقه بالظبط شفناها يعني، انهيار 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 قدمتها لنا بشكل شابوه 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 ليهم بصراحه. يعني احنا طبعا اتكلمنا عن ريم، اتكلمت على ابراهيم اللي هو الطفل الاسمراني اللي في الحلقه الاخيره، اتكلمنا على امجد، واتكلمنا مين تاني ناقص، اتكلمنا عن عبد السميع الدكتور ده. برده هايل. احنا قلنا على شيراز اديناها حقها، البنت العبقريه اول مره اتفرج عليها، لكن برضو طلعت في هربانه منها مع ياسمين عبد العزيز، وعملت حاجه مع حسن رداد. انا مش متابع قوي، لكن الولد برضو اللي كان عامل رأفت اسماعيل وهو صغير برضو ممتاز. الاطفال رفعت عادي معلش، رفعت اسماعيل برضو كان ممتاز، والاطفال عموما اللي طلعوا في المشاهد الصغيره دول يعني لا يعني هم بيمثلوا حلو جدا. انا شايف ان هم يعني موهوبين وحلوين، دول يعني متمرنين واخدين ورك شوب، قعدوا مع بعض كتير. ما لازم يعني لازم ما هو دي بقى ندي كل واحد حقه. عمرو سلامه ايه رايك في يعني في ان هو عمل كل ده الصراحه يعني؟ هو في ناس كتيره طبعا انت عارف البوستات اللي هو عمرو سلامه بيقول لنا مش عارفه ايه وما تتفرجش عليه يعني. انا شايف ان الموضوع ان يعني الناس افورته، هو حتى كتب بهزار اللي هو والله كبرته يا جماعه، انا كبرته والله كبرته بجد كده، اللي هو بيهرج او بيكتب بوست متحمس زياده عن اللزوم، ما تسيبه يفرح. يفرح بالظبط يعني. شويه كان البوست يعني ما هوش مريح. ايوه اللي هو في ايه بس عادي يعني، يعني مش سالك قوي لكن ما يعملوش القلق ده برضه. أيوة يعني الراجل مش الدرجات دي يعني. واكيد هو كان شايف المسلسل. وشفت انت بقى ساعتها بقى الناس بقى اللي هو ايه، طب انا هركز لك بقى في كل المواسير دي كانت موجوده سنه 1820، لكن 1900 كانت الخبوره في طب بص انت عارف هو لا لا انا هقول بس حاجه بس والله للناس اللي هي بتتربص الحاجات دي وكده. نركز، لو ركزنا في اي مسلسل انجليش بالطريقه دي هنطلع غلطات يا جماعه يعني طبعًا يعني كده احنا كده. يعني واحد
رفعت كتب، لا بيقول لك رفعت اسماعيل حاطط كتاب عنده في المكتبه وهو الاحداث 1969 والكتاب ده سنه 1972. فانا بقى دي ساعتها اللي هو يعني ما فيش، يعني احنا لو رحنا اي مكتبه في اي مسلسل انجليش او ايطالي او فرنساوي او بولونكولينياوي هنلاقي الكتاب معمول 1800 عشان ده يا جماعه. ايوه يا جماعه صباح الفل. يعني خشوا على اي، يعني عامه والله العظيم بهزر، خشوا على اي ام دي بي، خشوا على اي عمل في كوكب الارض، يعني ما فيش عمل كامل. هو في خش معموله بس على غلطات، خش على الركن بتاع جوفس اللي هو الحته أيوة أيوة الاخطاء. أيوة أيوة, 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 ايوه ايوه بتلاقي يا باشا صفحتين على الاخطاء اللي في العمل. شوف ده جاد فاذر هتلاقي فيه اخطاء، نولان بيغلط في دارك شو شان يعني كله يا باشا. ايه بقى كمل. فلا هو الراجل بصراحه عارف لما انت تخش توريني حلقه من حلقاتك الجديده وانا اوريك حلقه اقول لك بس اسمع بس الحته دي وقول لي رايك. هو كان عايز يعمل كده. ايوه بالظبط. ممكن ما تتكلموش، ممكن انا عايز اوريكم الشغل اللي عامله. اسمعوا المزيكا بتاعت خالد القمار. باين خالد القمار يا جماعه لازم لازم المزيكا برضو لازم نقفلها هنا. لازم خالد القمار يا باشا عبقر. انا بالنسبه لي من العباقره اللي بيعملوا الموسيقى بتاعت المسلسلات والافلام الفتره الاخيره. يكفي قابيل اساسا. فاكر قابيل كانت اكتر حاجه عندي على ساوند كلاود. بالظبط بالظبط ساوند تراك قابيل. بالظبط. لا 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 هو بصراحه شاطر جدا شاطر وكان اختيار حلو ليه للمسلسل ده برضو. والبيانو والحتت اللي هي فيها دراما كده مع احمد امين. الكيمستري معموله حلو والتيم باين جو واضح ان هم حابين بعض، واضح ان في حب كده معشقين في بعض وكل حاجه معشقه في بعض. صح بالظبط كده. احنا اعتقد كده احنا اتكلمنا عن كل حاجه عن بتهيالي. يعني عصرناه كده ولا محتاجين زياده يا جماعه؟ يعني لو محتاجين زياده بتهيالي ان الحاجه الوحيده يعني اللي احنا ما اتكلمناش عليها هي المقارنه بين الكتاب وبين الـ 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 المسلسل، ودي حاجه مش نقدر نعملها دي الصراحه. يعني انا كنت اتمنى ان انا اقابل حد من القراء الكتب جدا، بس عندي راي ممكن اقوله. انت يعني ايه صحيح يعني قبل ما ننهي الحلقه وعشان ما عصرناش قوي، يعني عشان في حته انا اتكلمت عليها وفي ناس كانت مختلفه معايا حتى في الكومنتات. اللاف تراينجل دي هل شايف ان كانت محتاجه رومانسيه زياده المسلسل؟ هل المسلسل كان محتاج، شوف احنا بنتكلم عن عبقريه احمد امين، بنتكلم قد ايه هو بيعبر عن شعوره وكل حاجه في التفاصيل حلوه، بس انا برغم الشعر الجميل لكل الناس اللي عماله تشيره في مصر من اول امبارح اللي هو هحبك يا ماجي حتى لو يعني الدنيا والدين وكده، انا ما وصلليش حب رفعت اسماعيل لماجي. انا يعني ما حسيتش، ما حاسس ان هما اتنين كوليجز. دي كانت ناقصه شويه. هو كان باين ان هو مشتت يعني بيحبها وكل حاجه، لكن عنده مشاكل بالظبط الناحيه الثانيه، وعنده فكره طيب الازمه اللي هو فيها في كل حلقه اصلا والعفاريت اللي بتطلع له، فمش وقت احب. ايوه يعني هو مش وقت احب بس في نفس الوقت يعني حاسس. سيبك طيب، هويده وماجي المفروض في القصه بقى اللي انا اعرفها من الناس بقى هارد كور. انا عشان كده كنت لسه عايز اقول لك رايي في موضوع القصه والمقارنات. ما ينفعش نقارن. هو انا مش بقارن بس انا بكلم، انا مش بقارن بس هي الفكره في حاجه ان الشخصيتين دول في الكتاب ما قابلوش بعض اصلا. انت خليتهم يقابلوا هل النتيجه كانت تمام؟ ممكن نعرف في بارت 2. ممكن اتمنى لان الشخصيتين ما ماتوش يعني. هويده كانت هتموت في تاني حلقه ولا ثالث حلقه تاني حلقه وقلت ده ايه ده خلاص بسرعه كده ولا ايه، لكن لقيتها مكمله. فلا يعني هم الشخصيتين موجودين، هنشوف منهم اكيد بارت 2. ده اللي انت توقعه يعني؟ سؤال ليك انت بتاع افلام، توقع بارت 2 هينزل في خلال سنه مثلا؟ خلال لا لا يعني ممكن في خلال سنتين، ممكن 2022 مثلا ينزل بارت 2. يعني ممكن نشوف ده. فبتهيالي الموضوع ممكن يزيد اكتر لما تقرر ان هي بقى يقول لها اقعدي ما تسافريش اسكتلندا او ترجع تاني. هنشوف كده كده. اصل هو واحد هيعملوا ايه؟ هترجع يعني ترجع اجزاء كتير وفي حاجات حلوه كتير تتعمل في ما وراء الطبيعه، فالواحد مستني والواحد عايز بقى يتفرج على الحاجات النظيفه دي. يعني احنا اعتقد بقى يا صناع الاعمال نتفليكس ممكن تنزل بارت 2022، بس ممكن تعمل لنا كمان سنه عمل تاني خالص. لا ما هو في يا باشا، بس انا مش عايز اقول لك بجد. مش عايز اقول بقى. طب ما تقول لي. لا مش هقول لك بعد الحلقه. طب ماشي خلاص ماشي. نورتني يا مروان. والله انا حبيب قلبي. الحلقه دي بتغسلني من جوه. أيوة بعيدة عن الكوره. ايوه بجد يعني رميتهم. انا مش جايب ناقد فني يا جماعه، انت عارف ولا انا ناقد فني. احنا يعني في ناس كتير قالت لي في اخر الحلقه اللي فاتت انت بتنقد على اساس ايه؟ انا مش ناقد يا جماعه والله خالص. ولا واحد ناقد على انا واحد زيكم بتاع افلام بحب الراجل ده وبحب اطلع كلمتين كده اللي شفتهم يعني. بالظبط يا باشا والله نورتني وبنبسط جدا لما بتيجي معايا في الحلقه دي بالذات، وخاصه ان احنا اول مره نتكلم مع بعض من بعد ما شفنا المسلسل. يعني انا كنت منتظر
ناظرك تخلصه وانا عمال قاعد جنبك. امبارح ضربت البريمير لازم يا باشا لازم. عموما اي وقت تعالى لي هنا جنبك انا خلصانة. ولو عجبتكم طبعا الحلقه دي عايزكم بقى تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره، عايزكم تشتركوا على انستغرام بيج والفيسبوك بيج وطبعا قناه مروان ارزع والفيسبوك بتاعه والانستغرام بتاعه حطوه بقى تحت كمان. شكرا. بقى مره واحلى مسا عليكم. سلام.